مساء الخير، تحية طيبة لجميع متابعي رابطة الطلبة العراقيين في تركيا. اليوم وياكم فيديو حول تفاصيل جامعة فان يوزنجيل الموجودة في شرق تركيا. هذا الفيديو راح نوضح لكم شلون تقدمون على الجامعة وشنو التفاصيل، نحاول قدر الإمكان بسرعة. فأرجو أي شخص يريد يقدم يشوف الفيديو من بدايته إلى نهايته. أولا هذا رابط، هذا موقعنا، احنا موقع رابطة بهذه التفاصيل الجامعة. هذا رابط راح يكون موجود بالوصف اذا كنت تشوف الفيديو على اليوتيوب او بالفيسبوك، هذا رابط موجود او تلقاه بخانة الجامعات المتاحة التسجيل عليها دراسات عليا. هذا استعراض بصورة عامة، نتركه ننزل الى خانة الدراسات العليا. فمواعيد التقديم راح يبدي يوم 14 ينتهي 25، النتائج يوم 15. الأوراق المطلوبة هي صور شخصية، جواز مترجم للتركي، صراحة الجواز ما كانت فيه مترجم بس احنا نقولكم ترجموه، الدرجات والجدارية وشهادة لغة إنجليزية وكتاب الاعتراف والدكتوراه بالإضافة إلى أعلاه شهادة درجات والجدارية الماجستير. هذا رقم اللي يحتاج كتاب الاعتراف والترجمة، هذا رقم المترجم الخاص بينا. مقاعد، طبعا أقساط الجامعة هي رسميا 2400 ليرة بالسنة، 325 دولار تقريبا، وأكو أجور يمكن يعني ما متأكد 1000 دولار للماجستير هيك شيء. مقاعد المتوفرة راح تلقوها أمامكم، علوم كيمياء وفيزياء احصاء الى اخره من التخصصات. بس هنا نلاحظ لغة الدراسة رسميا هي بالتركي، وانت راح تدرس كورس لغة تركية اثناء الدراسة، ودراسة الفعلية تكون بالانجليزي، عدا العلوم الاسلامية يكون بالعربي. بس اكو تخصصات لا تركي 100%، يعني اتوقع تخصصات التربية الى اخره. طريقة التقديم هاي هنا شوي انتبهوا لي، هو اونلاين، يعني هذا رابط اونلاين تقدم من عنده، بس اكو في موقع اخر مذكور شخصي وغالبا قد يكون خطأ مطبعي، فنعرض لكم هذا الشيء. هذا الاعلام مال موقع الجامعة، ونعلن انا خلي اقول لكم ليش قيل الشخصي. يعني مثلا ندخل على التخصصات العلمية، هاي هنا مشكلة، بس هاي يعني احسها فورمة جاهزة هم طابعيها وفناسين يحذفون هالشي. يعني يقول لك application required to be made personally، وهاي الايميلات وارقام الجامعة وهذا الاعلان، يعني احنا منا نترجم لكم اياه وناشري بالموقع جاهز. فيديو تعليمي طبعا هذا اللي دا اشرحه اني، يعني بعدين راح ننزل رابط. واكو مجموعات مهمة، جروب خاص على الواتساب راح نسوي للي يقدمون بنفسهم، احنا ما راح نقدم لكم، احنا مسوي لكم فيديو تقديم سهل نشرح لكم شلون تقدم. قدم بنفسك، بعد ما تقدم بنفسك ادخل الى هذا الجروب حتى تتابع الموضوع ويا فريق الرابطة ويا الطلاب البقية للمستجدات. ورجاء هذا الجروب لا حد يدخل به، يعني ما نقبل لا اعلانات تجاريه لا، يعني شخص بس اللي مقدم يدخل به وفقط لهذه الجامعه يعني. وهذا عندنا حساب رابطه مال فان على الانستا، بس هذا الحساب يعني ما مسؤول عن التقديم هذا، يعني خاف عنده سؤال ثانوي عن المحافظه ممكن يجاوبون عليه. طيب هسه نرجع على التقديم، قلنا تروح على طريقه التقديم تضغط على الرابط هذا راح يفتح عندك بهذا الشكل. اول شغلة تروح عندك من هنا registration، تروح تضغط هنا، هاي اول شغلة. بعد ما تضغط هنا تجي تكتب رقم الجواز، فمثلا اي كابيتال مثلا 5 صفار، انا حسوي تقديم وهمي النيم مثلا علي محمد، الايميل اكتب اي شيء gmail.com، الباسورد هنا انتبه اهم شي رقم الجواز والباسورد تكتبهن صحيحات. بعدها تقول له سيف،
هاي سوالك حساب، ترجع تدخل وين؟ على الخانة الثانية، هذه الخانة الثانية تدخل عليها. هنا ندخل رقم الجواز اللي كتبته مسبقا، والباسورد طبعا. طيب فتح عندك هذه الانفورميشن اللي انت سابقا كاتبها، تروح على هنا سيلكت فوتو، تختار هنا صورة شخصية، هنا تختار الجنسية مثلا عراق، هاي معلومات كاملة، هنا الجنس تقول له سيف. كونتاكت تروح عليها، تكتب عنوانك، الموبايل نمبر، اكتب ايضا رقم تليفونك، حاول رقم تليفون شخص يتكلم لغة تركية افضل شيء، فتكتب اي رقم كله سيف. هنا تجي education information، ندخل معلوماتك، المعدل ايش قد من 100 مثلا 77، اسم الجامعة، اسم الكلية، القسم، وسنة التخرج مثلا 17، كله سيف. طبعا في حال انت مقدم على الدكتوراه تملي هذه الخانة الثانية اللي هي معلومات الماجستير فنعوفها. هنا تجي على الابلود دوكيمنتس، تختار سي في طبعا مطلوب، هسه هاي نرجع لها سي في همينة، وهنا كتاب الاعتراف، يعني تضغط مثلا على السي في تقول له تشوز فايل تحمله، ترجع تضغط على مثلا دينكليك بالقسي، تختار كتاب الاعتراف، الدبلومة الى اخره، ها كتاب الاعتراف هاي موجودة وحدها، تكمل سيف. تجي بعدها على الابليكيشن، ها لازم اكمل معلومات حتى ارجع على الابليكيشن، زين سي في. سيف. ترانسكريبت، طبعا اخواني هنا ملاحظة مهمة، بعضكم يعني الاوراق مطلوبة مترجمة للتركي، فالبعض من عندكم الاوراق مالته نسخ انجليزية واحد والتركية واحد، فش تسوون؟ تدمجون النسخة الاصلية سواء كانت بالعربي او الانجليزي زائدا النسخة المترجمة بملف بي دي اف واحد وتحملوهن. ابلكيشن بعد ما فتح فوتوغراف بلقي، زين هاي المشكلة ليش ده الصيغ، خل اشوف شنو حلها هاي.
تمام اخوان، هنا صار اكو فد اشكال انه بال هذا الباسبورت اي دي لازم تخلي رقم اقامة تركية، فتبدي 99 لازم تكتب رقم 99 حتى يمشي الموضوع. هنا كونتاكت، نجي راجع المعلومات، مفروض هسه كل شيء كمل. هسه تجي هنا تختار القسم اللي تريد تقدم له. هذه تخصصات تربوية يتم بالملا، اللي هي بها تربية بايو وكيمياء، وهذه التخصصات العلمية، وهذه الصحية والإنسانية، وهذه اللغة الكردية. فمثلا فن بالملا خلي نقول كيمستري على سبيل المثال، دكتوراه لو ماجستير، الأولى دكتوراه والثانية ماجستير مثلا، تختارها تقول له سيف. فهسه هذا تقول له بعدين انكيت فور. لاحظ هنا شنو كمل عندك التقديم على الجامعة. هذه تسوي لها يازدا، هنا ندوس وتضغط على يازدا وتطبعها وتضمها يمك، هاي انتهى التقديم. فهاي المعلومات اللي تخص الجامعة، جامعة فان. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.